هذا يسأل يقول كأنها امرأة، يقول جاءت من المدينة ولم أحرم، وذلك لمرض شديد، والآن بحمد الله أنا بصحة جيدة، فماذا علي؟ نعم، إذا أردت الإحرام بالعمرة تخرج للتنعيم، تحرم من التنعيم، لأنك يوم تجي من الميقات ما نويت عمرة بسبب المرض، ما نويت عمرة بسبب المرض، زال المرض وانت في مكة تخرج للحل وتحرم بعمرة. نعم.